والله شوف، التنمية في مجال الموارد المائية ستكون إن شاء الله متواصلة. أنتم تعلمون أن قطاع الموارد المائية، وهذا قرار من فخامة الرئيس والحكومة، قطاع الموارد المائية يعد ما بين القطاعات التي تستفيد بالأولوية على غرار قطاع التربية وقطاع الصحة. ففيه مشاريع في الأفق إن شاء الله من أجل تدعيم تعزيز التزويد بالمياه الصالحة للشرب بالنسبة للمواطنين، لكن كذلك تم رفع التجميد على برنامج كبير وعدد كبير من المشاريع في مجال الصرف الصحي. نذكر على سبيل المثال رفع التجميد على أكثر من 20 محطة تصفية مياه المستعملة. والله لحد الآن هذه النقطة فيما يخص مراجعة التسعيرة في المياه في الحد الآن ليست واردة لحد الآن، ولكن لن تستبعد. سواء إن حدثت تراعي القدرة الشرائية نتاع المواطن، وكذلك لا تمس يعني الطبقات الاجتماعية بما يسمى الطبقات. الله امتلاء السدود رانا أكثر من 51%. نعتبر أننا أحسن من السنة الفارطة. نترقب إن شاء الله في الأشهر المقبلة إن شاء الله ربي إن شاء الله يغيثنا مطر. والشيء اللي حبيت نقول أن الإحصائيات في العشر سنوات الأخيرة امتلاء السدود كان دائما يكون ما بين شهر جانفي ومارس.